السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أصدقائي طلاب أولى سنة في بداية العلوم المتكاملة وأمرنا إلى الله. فقدنا الفيزياء والكيمياء والأحياء وأخدنا من كل مادة قشور وضغطناهم في مادة، بس هنعمل إيه؟ بقى أمر واقع، فيلا بينا نتعامل معاه. المادة بدأت للوهلة الأولى بيتكلم عن الكثافة المحيطة بكوكب الأرض. تفرحنا قلنا ها مدرسين الجيولوجيا رجعوا تاني، بيتكلم عن الأغلفة المحيطة بطبقات الأرض. إيه الأغلفة المحيطة دي؟ أنت معلوماتك فيها إن في غازات محيطة بالأرض سميناها الغلاف الجوي، والسوائل اللي هي البحار والأنهار سميناها بالغلاف المائي، وطبقات الأرض والجبال سميناها بالغلاف الصخري، وانا وانت وكل الكائنات الحية سميناها بالغلاف الحيوي. عرفت كده الارض محاطة بكم غلاف؟ 4 اغلاف، غلاف جوي وغلاف مائي وغلاف صخري وغلاف حيوي. فبدأت الفرحة تقل تدريجيا، وقلنا كده بدأت الكعكة تنزع من ايد مدرسين الجيولوجيا وتروح لايد مدرسين الاحياء عشان سمعنا كلمة غلاف حيوي. فيرد علينا حد فاهم يقول لك طب ما في غلاف جوي في غلاف مائي، ده كده المحيط بتاع الكيمياء. فلقينا الموضوع مختلف تماما لما بدأت أقرأ الكتاب بالتفصيل عشان نبدأ بقى نحضر منه كده ونتمعن في كل كلمة. فأنا بادئ بالغلاف المائي، كويس تعال نقرأ الغلاف المائي. أخذ الماء درسها كمقدمة نظري من وجهة نظر الجيولوجيا والنخيل. بعد كده لقيناه بيدرس الخواص الكيميائية للماء. كده راحت فين؟ راحت لملعب الكيمياء. ثم بعد ما خلصت الخواص الكيميائية للماء لقيته بيدرس الخواص الفيزيائية للماء. كده راحت فين؟ ملعب الفيزياء. ثم درس الحياة المائية والتكيف الكائنات الحية داخل المسطحات المائية. فكده احنا فين؟ الأحياء. فمعنى كده إن المادة دي مش مادة متخصصة، ده مادة فيها 3 تخصصات، بل يكاد يكون 4 تخصصات. طيب مين هيدرسها؟ وهل اللي هيدرسها هينجح فيها؟ ما أقدرش أجاوبك على السؤال ده، ولكن أقدر أقول لك ما تسمع كده أول حلقة مني وشوف هل أنا نجحت في إن أنا أوصل لك بخواص الماء من كيمياء وفيزياء وأحياء، وقدرنا نحل أسئلتها بكل سهولة ويسر ولا لأ. عجبتك كمل، ما عجبتكش ولا كأنك شفت حاجة. يلا بينا يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدأ مادة العلوم المتكاملة اللي كان موضوعها كله قائم على كوكب الأرض وما يحيط به من أغلفة. يعني أغلفة معانا صورة كده للحياة على كوكب الأرض، وتقسمت إلى غازات تحيط بكوكب الأرض فسميناها بالغلاف الجوي، مسطحات مائية على سطح الكوكب فسميناها بغلاف مائي. يتكون الكوكب من صخور ويابس فسميناه بالغلاف الصخري. أما أنا وإنت وكل الكائنات الحية فسمناه بالغلاف الحيوي. وبكده قالك الأرض محاطة ب4 أغلفة. هيبدأ الدراسة بالغلاف المائي، وهيكون ده موضوع أول فصل عندنا، هيتم دراسته من وجهة نظر الجيولوجيا والكيمياء والفيزياء والأحياء. فيلا بينا نبدأ رحلة الشرح. فيبدأ الكلام على الغلاف المائي بصورة توضيحية كده لكوكب الأرض، واللي شايفين إن اللون الأزرق طاغي عليه بشكل مبالغ فيه. اللون الأزرق نسبته عالية جدا، اللون الأزرق ده بيعبر عن نسبة المي اللي وصلت على سطح الكوكب إلى 70%، بينما اليابس كان 30%. فهيبدأ يتكلم عن المية في حلقتنا النهاردة من وجهة نظر الجيولوجيا، نقطة نقطة، تفصيلة تفصيلة، ورقة وقلم ودماغك صاحية معايا. ويلا نشوف الغلاف المائي من وجهة نظر الجيولوجيا بتقول. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما شفنا الصورة اللي شفناها من شوية واتكلمنا عن الأرض محاطة بغلاف هوائي وغلاف مائي وغلاف جوي وغلاف صخري، يبقى خلصت الكلام اللي فات أن الأرض لو هنوصفها هذا كوكب
الأرض، هنوصفه وصف صغير كده. الأرض محاطة بأربع أغلفة. أول غلاف يحتوي على الغازات المحيطة بالكوكب فسميناه بالغلاف الجوي، والغلاف الذي يحتوي على المسطحات المائية بصورها من مالح وعذب سميناه بالغلاف المائي، والغلاف الذي يحتوي على مكونات التربة من صخور ويابس سميناه بالغلاف الصخري. أما الغلاف اللي بيشمل كل الكائنات الحية فهو غلاف حيوي. هيتم دراسة الفصل الأول إن شاء الله تحت عنوان الغلاف المائي. هنتكلم عن الماء من وجهة نظر الجيولوجيا والكيمياء والفيزياء والأحياء. هنبدأ الأول بالجيولوجيا، وكانت مقدمة نظرية، وحفاظا على الإرهاق الذهني بتاعنا هنبدأ نلخص النظري في صورة نقاط مهمة عشان نقدر نجاوب على الأسئلة بتاعتها. لكن أكيد يعني مش محتاج أسسك في الجيولوجيا، أنت محتاج نقاط معلومات كلها أساسية وبسيطة وسهلة. تعال نشوف كده المعلومات النظرية دي كانت بتقول إيه. ولكن قبل ما نبدأ في نظرة الجيولوجيا للماء، هراجع معاك خواص الماء. ايوه المفروض درستها في رابعه ابتدائي وخمسه ابتدائي، ما هو عليه العوض، شلنا الكيمياء والفيزياء والاحياء وجبنا مكانهم ماده سطحيه بالشكل ده. ولكن لازم تكونوا يقظين يا شباب، المخطط ده هدفه ان هو يطلعكم طلبه ايه، يطلعكم سطحيين جدا. شفنا شباب غزه صنعوا مولدات كهرباء ذاتيا، ده نتيجه البحث العلمي اللي عندهم والتطور ما بينهم وبين بعض رغم ان هم دوله محتله. انا عايزكم ما تستسلموش لمنهج ضعيف زي ده، انا عايزك تاخد كل عنوان من ده تبدا تدور وتبحث. انت واخد ماده بتتكلم عن قشور المواد، وانا على قد ما اقدر كل نقطه هحاول اربطها لك بالواقع واقول لك تنمي نفسك فيها ازاي. يبقى هنشتغل الماده بشقين. الشق الاول وهو انك لازم تقفل الماده، فهشتغل معاك على المنهج. الشق الثاني ان انا لازم انميك واكبر من ذهنك وتفكيرك عشان تقدر على مواجهة العصر، ما تخشش الكلية بتاعتك تحس انك شخص جاهل. فخواص الماء، بدأت خواص الماء ان المفروض ان سيادتك عارف من رابعة ابتدائي ان الماء له ثلاث حالات: صلبة وسائلة وغازية. معلومة قديمة، تخيل اديها لك السنة دي على سنها معلومة جديدة. رقم اتنين، له القدرة على إذابة الكثير من الأملاح. عنده قدرة يقدر يدوب أملاح كتيرة جدا، وهنتعرف عنها بالتفصيل الحصة الجاية إن شاء الله. رقم تلاتة، معلومة مهمة جدا وكأنك أول مرة تسمعها، لك ضروري لحياة جميع الكائنات الحية. يا سلام، وربنا قال لنا وجعلنا من الماء كل شيء حي. يا راجل ده أنا في أولى ثانوي، احترم عقلي. رقم أربعة، ودي إلى حد ما ممكن نقول عليها إيه يعني معلومة نظيفة شوية، بيقول لك كل كائن حي له غشاء يفصله عن بيئته. يعني الإنسان معزول عن البيئة بتاعته، بالجلد والجسم، يعني مش بيحتك بالهواء، مفيش شوية تراب ممكن يخترق الدم عندك. لكن قال لك المية الوحيدة اللي لها القدرة على الانتقال من البيئة إلى داخل الكائنات الحية عن طرق ومسارات، يعني يقدر يدخل جوه النبات رغم إن النبات اتعزل عن البيئة بتاعته، مش أي حاجة معدية تقدر تخش النبات، ولكن الماء عارف طريقه إزاي يخش داخل النبات، الماء عارف طريقه إزاي يدخل جوه الإنسان. إذن كل الكائنات الحية بها غشاء يفصله عن بيئته، ولكن الماء ماله الماء
قال لك يمر من البيئة إلى داخل الخلية الحية، يقدر يدخل جوه الخلية الحية عن طريق بقى مسارات وأغشية. فلو كان الغشاء هو اللي بيفصل عن البيئة فهو عنده القدرة للدخول إلى الخلية الحية عن طريق هذا الغشاء. يبقى ولكن الماء يمر من البيئة إلى داخل الخلية الحية خلال هذا الغشاء. دي كانت خواص المية المفروض انت سمعتها وانبهرت وحسيت انك بتسمع معلومات جديدة. طبعا انا بهزر، كلها معلومات قديمة جدا، كلها معلومات سطحية جدا، ولكن عليه العوض ومنه العوض. تعالى بقى نخش وجهة نظر الجيولوجيا للماء. وبعد ما شفنا صورة كوكب الأرض ولونه الأزرق الطاغي عليه، فقدرنا نحدد ونعرف إن أكبر نسبة موجودة على سطح الأرض هي المسطحات المائية، وتغطي حوالي 70% من مساحة سطح الأرض. فتعالى بقى نلخص الصورة اللي أنت شفتها دي في صورة نقاط عشان لما يجيلك أسئلة تعرف تجاوب عليه. رقم واحد، يغطي سطح الكوكب نسبة كبيرة من المية. قد إيه يعني من المية؟ 70%. يبقى رقم واحد، يغطي سطح الكوكب 70% من المسطحات المائية. جميل أوي. طب ما هي المسطحات المائية دي في منها مالح وفي منها عذب، هل متقسمين بالتساوي؟ يعني النسبة 70% دي متقسمة بالتساوي إلى عذب ومالح؟ لا، من حكمة ربنا علينا إن النسبة الأكبر ماء مالح. الماء المالح بيقدر يحافظ على جودته لفترات زمنية أطول. طيب يعني النسبة كانت قد إيه؟ قال لك من إجمالي المسطحات المائية كان 97% من إجمالي المسطحات المائية ماء مالح، و3% فقط ماء عذب. وأكيد مش محتاج أقول لك يعني إن الماء المالح موجود في البحار والمحيطات والبحيرات المالحة، أما الماء العذب يوجد في الأنهار والبحيرات العذبة والمياه الجوفية. كلام عبيط جدا يعني، أنت أكبر من الكلام ده، ولكن للأسف شايف الكلام العبيط ده سأل فيه. قال لك هو الماء المالحة دي موجودة فين؟ اللي موجودة في البحار والمحيطات والبحيرات. ده بالبحيرات منها مالح ومنها عذب، فياريت تحدد والبحيرات الملح. أما 3% من الماء العذب موجودين فين؟ أقول له موجودين في الأنهار والبحيرات العذبة والمياه الجوفية. لحد دلوقتي برضه ما زلنا بنتكلم في كلام عبيط وهبل. كل ده كنا بنتكلم على الميه في الحاله السائله. طيب بالنسبه لبخار الماء، قال لك لا لا لا، بخار الماء مش تبع الغلاف المائي. بخار الماء هو احد مكونات الغلاف الجوي. شكرا. يعني مش تبع الغلاف المائي؟ لا، هو احد مكونات الغلاف الجوي. طيب بالنسبه للماء في الحالة الصلبة اللي هو الماء في حالة الثلج، قال لك لا، الماء في حالة الثلج ده هو أحد مكونات الغلاف الجليدي. إيه اتخضيت من المعلومات؟ الراجل لو جايبين طالب من رابعة ابتدائي وبنقول له الجمل دي يبقى شاطر جدا فيه. يبقى الغلاف المائي من وجهة نظر الجيولوجيا لحد دلوقتي يغطي سطح الكوكب 70% من المسطحات المائية، من إجمالي المسطحات المائية 97% منهم ماء مالح وتوجد في البحار والمحيطات والبحيرات المالحة. وبالنسبة للماء العذب هو نسبته 3% ويتمثل في الأنهار والبحيرات العذبة والمياه الجوفية. أما بالنسبة لبخار الماء فهو أحد مكونات الغلاف الجوي، والماء الثلج أو الماء الجليدي فهو أحد مكونات الغلاف الجليدي. ولو يعني هتضيف التاتش بتاعك، فالغلاف الجليدي أو الماء في حالة الجليد فإنه يوجد عنده في المناطق القطبية وعلى قمم الجبال، لأنه للأسف سأل قال هي موجودة فين؟ بس مش عارفين يعني مش عارفين المية في حالة الثلج موجودة فين؟ فقلنا له في المناطق القطبية.
وعلى قمم الجبال، بما إن كل ما ارتفعت عن سطح الأرض 150 متر فكل درجة الحرارة 1 درجة سيليزية. النقطة الثانية من وجهة نظر الجيولوجيا على الماء تسمى بدورة الماء في الطبيعة، أو بنلقبها بالدورة الهيدرولوجية. لكن المسطحات المائية عندنا كانت بتتمثل في بحار وأنهار، مية مالحة ومية عذبة. الاتنين عند سقوط الشمس عليهم بيبدأ يحصل لهم عملية تبخر، يكون السحب، وبعد كده السحب يحصل لها عملية تساقط أمطار. فده كان وجهة نظر الكتاب، لكن الأسئلة كان لها رأي تاني. فتيجي نشوف عملية الدورة، دورة المياه في الطبيعة والدائرة الهيدرولوجية بتتم إزاي، وإيه مميزاتها، ومين بيقود عملية الدورة الهيدرولوجية، وإيه أثرها على البيئة. فيلا بينا. بعد الصورة اللي شفناها واتكلمنا فيها عن دورة المياه في الطبيعة، تعال بس نتكلم على شوية تفاصيل صغيرة كده ونعيد فيها الكلام مرة تانية بالتفصيل. أنت عندك المسطحات المائية، منها المالح ومنها العذب. مصادر المسطحات المائية المالحة وهي البحار والمحيطات، ومصادر الماء العذب هي موجودة في الأنهار والبحيرات المالحة. تعال نتخيل كده إن عندنا نهر، مصدر للماء العذب. بمجرد ما أشعة الشمس بتسقط عليهم بتبدأ عملية البخار. إيه عملية التبخر دي؟ يبدأ الماء يخرج من المسطحات المائية العذبة والمالح. عملية التبخر اللي بتعدي كده على المسطحات المائية الصبح وأنت رايح المدرسة، تلاقي المية كده مطلعة بخار فيها. البخار ده هل هيفضل طالع إلى ما لا نهاية؟ لا، البخار بيفضل مكمل إلى أن يصطدم بهواء بارد مكونا سحب. يبقى البخار كان هو المسؤول عن تكوين السحب. إيه بقى هي السحب دي؟ ألواح مية؟ لا، ألواح تلج. السحب هو مجرد قطع من التلج، ولكن في حتة صغيرة. في ظل التقدم الصناعي اللي احنا موجودين فيه والمصانع اللي موجودة، وبالذات الموجودة في الوطن العربي، وهي صناعة الأسمدة وصناعة الأسمنت، لأن خلاص أوروبا بالنسبة لها الصناعات دي صناعات مسرطنة ما ينفعش تكون موجودة غير عند العالم الثالث اللي هو احنا. فإن شاء الله العالم الثالث ده على أيديكم أنتم، هيكون العالم الأول ويقود العالم إن شاء الله. فالمهم، نتيجة صناعة الأسمدة وصناعات الأسمنت بيكون الهواء مليء ببعض الغازات. زي ايه؟ زي الغاز الناتج عن عمليات حرق الوقود، وهو ثاني اكسيد الكربون. امثل لك ثاني اكسيد الكربون كده باللون الاحمر. وفي غازات تانية زي ايه مثلا؟ زي ثاني اكسيد الكبريت مثلا، مش لاقي اقلام مختلفة نلونه باللون الاسود، اس O2. وصناعة الأسمدة بتدينا NO2. بخار المية أثناء الصعود بيعدي على الغازات دي ويتشبع منها أثناء عملية التبخر،